يا ابن ال... فارس الجن. ازيك يا زينات؟ ايه مفيش ويلكم؟ مفيش كان هيلب يو؟ عايز ادخل يا ولاي. تدخل ازاي يا واد؟ ما انت عارف ان انا عايشه لوحدي والشيطان شار. ما انا حبسه في القناطر. خش يا اخويا خش خش. ايه اللي عملت كده يا فارس؟ ازمه المواصلات، ربنا يتوب علينا منها. ما نشوف اخد الازمه دي هتودينا على فين ان شاء الله. تشرب حاجه؟ ازازه ميه مشبره والنبي زينات. امسك على طلبة البار تحلاوي. نايلك يا وهاب. خدي تمني دول. شكلك استحليت الحكاية. أنا قلت مرة وعدت عشان عليك صفية. أنت محسسني صفية عندها برد. ربنا يكفيك شر المرض. صفية علاجها غالي. كل ده عشان صفية ولا عشان بنتها رؤية؟ على النعمة أنت وليها لك كاكة. ما تقصري يا زينات وتمني. قستك تحت الحساب وتعدي بكره اقول لك المفيد. لا بكره ولا بعده، الحاجه اللي في ايدك دي تمنها غالي. شايف الموبايل اللي في ايدك ده؟ ده موبايل بلاك بيريوت، والساعه اللي في ايدك دي النسر اللي جواه ده الماس حر طليق، يعني ثلاث اساتك ونص والليله تخلص من بابها. يا جن ما تضربش في العالي يا والا. لو ما جابوش الحاجه دي في ذمتي. ذمتك؟ ذمتك ايه بقى؟ ما رجلك جت يا ابو ذمه. ذمه ايه؟ صفاء محجوزه في المستشفى وملهاش غيري. ولازم اكاش الدفعه الثانيه. الرجاله ما يروحش. كتر خيرك يا زينات. استنى، لو الحاجات دي ما جابتش تلات اساتك اعتبريها من زكاتك. زكاتي؟ زكاتي ايه يا ولد؟ انت حرامي. مش هتقدر تغمض عينيك.